مشاهدينا بوصولنا لضيعة حملية بقضاء المتن رح يكون بداية حديثنا مع مختار البلدي السيد نبيل الريس. الله معك مختار، يعطيك العافية. أهلا وسهلا فيك. بداية بدنا منك هيك لمحة عن عدد سكان بلدة حملية وقديه بترتفع عن سطح البحر. حملية أول شيء رح أقلك حملية ضايعة نموذجية، يعني ما بتلاقي بكل المتن وبكل ضايعة فيها بطرك وفيها ديسي، يعني بتلاقيهم بحيالة ضايعة بالمنطقة. بترتفع من 130 متر عن سطح البحر. عدد سكانها 3000 نسمة. كيف الأجواء بالصيفية هلأ مع أهالي الضيعة؟ هلأ ممتاز الأجواء، كلهم بيطلعوا الصيفية، يعني بيعطونا الفرصة بهالشهرين ثلاثة، خاصة شهر حزيران وشهر لديسي رفا نشتغل فيه كل صبا بالمنطقة مع الأهالي لديسي رفا، بنعمل مهرجانات لديسي رفا. وحضرتك بيكون لك يد كمان بهالتحضيرات بالمهرجانات بكل شيء بخص كنيسة لديسي رفا؟ مبدئيا اول واحد بيكون انا ورئيس البلديه ولجنه الوقف والخوري، يعني نحن اول شيء بنبلش، بعدين بيجي النسوان بيجوا الاهالي بحطوا ايديهم معنا، نكون كلنا ايد وحده لخدمه الرعيه ولخدمه اللي بيصرف. اذا بدنا نحكي عن ضيعه حمليه لوين بيروح توجيهنا او بشو بتشتهر اكثر شيء ضيعه حمليه؟ اول شيء يعطيكم الف عافيه واهلا وسهلا فيكم بضيعه زنبقه حمليه لقديسه رفقه. مثل ما انت قلتي انه بشو بتشتهر، عم تسأليني شو بتشتهر حملية، دغري رح جاوبك بزنبقة حملية لقديسة رفقة، لأنه حقيقة بس نحكي عن حملية نحن بنكون عم نحكي عن قديسة رفقة، عن زنبقة حملية اللي هي رفعت اسم حملية مش بس بسما لبنان إنما بالعالم أجمع. من دي في اند اوديو برودكشن بيتجدد لقائنا معكم مشاهدينا. نحن اليوم معكم بضيعة حملية من لبنان، تحديدا من كنيسة القديسة رفقة. رح ناخذ نحن وياكم نبذة عن حياة القديسة. وياكم مشاهدينا للحديث مع كاهن مزار القديسة رفقة بضيعة حملية أبونا جابي مطر. الله معك أبونا. الله يحفظك، أهلا وسهلا فيكم بحملية. شكرا، نستقبل نشكركم أول شيء على الاستقبال اللي استقبلتونا إياه من أعضاء بالكنيسة من أهالي الضيعة. وصولا لحضرتك أبونا، بدنا نعرف من حضرتك نحن والمشاهدين الدافع اللي كان بالصورة الأولى بحياة القديسة رفقة اللي خلاها تتوجه لحياة الرهبنة. حقيقة الدافع الأساسي والأولي هو حملية. حملية ليش؟ لأنه القديسة رفقة مثل ما عرفتوا أنه كانت عايشة هون على بعد 200 متر، كان في بيتها، هلأ في محله مزارين لأنه تهدم البيت، كانت تمشي من بيتها بحملية على التلي هون، على التلي هون المنطقة كلها سوا الحلوة اللي شايفينها ما كانت مثل ما هلأ، كانت تلي، هيدي التلي توقف فوق وتقشع جبل صمنين مقبيلة مكلل بالتلج، كان في تلج كتير هذيك الأيام، وتقشع تحت وادي النهرين، النهرين بيصبوا مع بعضهم بشكل صليب بيسموه نهر الصليب. قالت القديسة رفقة كانت طفلة صغيرة، قالت هنا رسمت دربي، تشم ريحة الطبيعة الحلوة، تقشع المناظر رائعة جدا وتعيش مع الله، عاشت مع الله على هالتلج. كان هيدا سلويها الوحيد لأنه أمها توفت كان عمرها 7 سنين، وبعدين راحت اشتغلت عند صديق بيا بدمشق، فالألم بلش معها من البداية، وقالت هيدا هو منفسي الوحيد وأنا عرفت شو بدي، لا بدي اتجوز، لا بدي هالحياة كلها سوا، أنا بدي اتكرس لله، هنا رسمت دربي. مثل ما منعرف نحن اللي سرفقة قضت طفولتها بحملية، هي ولدت بحملية. في جملة تحديدا بتقولها رفقة قبل ساعات وفاتها الأخيرة ب 23 أدار، بتقول: لا أذكر من طفولتي في حملية سوى تلك التلة الرائعة، حيث كنت أمضي ساعات أصلي وأتأمل جمال ما خلقه الرب في ذلك المكان المطل على جبل صنين ووادي الصليب. تلك كانت لحظات صمت رائعة لن أنساها وقد نسيت عمري. يعني حقيقة قدام نلاحظ هيدا التلة اللي نحن موجودين عليها، هنا رسمت دربي، قدام كانت تعني لها لرفقة
ده كانت إذا بدك مثل ما كان محور لها تكون موجودة فيه بينه وبين الرب، تتحد فيه بالصلاة بالصمت. نحن بنسمع صوت ربنا وقدي رفقة كانت عهيدة التلة بين الصخور بين السنديان، الصخور الوعرة والسنديان مثل ما كانت تقول، كانت تقضي طفولتها رفقة بحملية وتصلى على هالتلة اللي نحن عم نعمر عليها البازيليك. وحقيقة العالم دايما بتقول انه قدي هذا المكان بنحس فيه السماء قريبة. يمكن رفقة هيك تركت عطر القداسة بهيدا المكان. ومثل ما عم تسأليني انه رفقة وين قطعت، اكيد بسيدة النجا بكفية، هون بلشت مسيرتها اذا بدك بمشوار القداسة وقت اللي اخذت النعم من العذراء. قالت لها العذراء بسيدة النجا بتترهبني، سمعت صوت العذراء بتكون عم بتقلها هيك، كانت هي ورفقتها البنات بتقلها الرهبات للبنات بتقلهم درسوا بعد مشواركم، أما أنت قديسي رفقة أهلا وسهلا فيك بالدار. وفعلا من هون تنطلق مسيرة رفقة أكيد على الشوف وعلى باقي الأماكن والمحطات اللي قطعت فيهم، وصولا آخر شيء لدار مار يوسف جربتا مطرح ما توفت القديسي رفقة. أكيد موجودين بالوقت الحالي بالحي اللي خلقت وتربت فيه وعاشت القديسة رفقة طفولتها. نحن وياكم رح نفوت لقلب الحي ونتعرف أكثر للمكان اللي عاشت طفولتها القديسة رفقة بقلبه. فينا نتعرف على دار القديسة رفقة ومنكون مع السيدة رفقة عساف الشبق، هي من أحد المقربين المقربين للقديسة. رح نتعرف نحن وياكم على قربيتها بالقديسة وكيف هيك رفقتها طريقة وكيف شاركتها بوجعها وألامها. الله معك ست رفقة، كيفك؟ كيفك أنت؟ أهلا وسهلا فيكم. نحن معك اليوم من دي في أند أوديو برودكشن، حضرتك من قرايب القديسة رفقة، شو بتقربيها؟ هي قرابة بي القديسة رفقة، ولاد ابن عمه. وقديسي رفقة تجوز بي كبير بالعمر وأمي، راح مشي من هون على دير جربتا ونام على القبر، صار يطلب منها، ظهرت عليه بالليل سمع حدا حط إيده على كتفه هيك، التفت ما لقى حدا. بعدين قالت له قديسي رفقة بنامه بدي أعطيك أصبخور ما في غيره عسيف. إجا بعد 7-8 أشهر سلامت أمي فيي وجبتني عمري 50 سنة وما جابوا غيري، سموني رفقة وراحوا عمدوني بدير جربتها كمان لأنه أمهم للبطرك. راحوا مشي، ما كان شي مثل اليوم سيارات تروح وتجي، كثير صار يجي ناس لعندي شافوني على التليفون يجوا لهون يصلي لنا. قلت لهم يا حول المزار هون بتصلوا بالمزار مثل بعضها، صارت كنت تباركهم بالقديسة رفقة. مثل ما عرفنا انه عندك زخائر من عظام من القديسه رفقه، خبرينا شوي من اي متى جبتي هيدا هي الزخائر؟ وقت قديسه اي عطتنا هن الرئيسي رئيس الدير، عطت وحده لك انت وحده الي، انا اعطيتها لمره مريضه معلش اخذتها مع امريكا، قالت لي بكره برجع بدلك هي وراحت وما اجت، المهم كون صححتها. وقعت هون بالبيت ورحت على المستشفى صاروا يبكوا انه بدي موت، عندي شريان بالقلب مسكته. كتر خيرها انا رحت على العمليه قلت لها اصطفلي فيي انا مسلمتك حالي وصحيت بقطله ولك ما احلاني. وكنا بروما قاعدين نحن وقاعدين شتت الدنيا، صرنا نقول شوب والدنيا شمس قوي، بعد شوي شتت نقطتين ومع صحيه الدنيا عملت عجوبه علي السلام. بدي سلف شو بتقولي للعالم اللي عم بتتابعنا، العالم اللي بعيدة عن جو الصلاة والإيمان واللي ما بتصدق؟ بحب يجوا يصلوا ويطلبوا من قديسي رفقة تترفقهم وتخليهم صحتهم والمرضى تشفي. ايه وأنا كنت هون عيني عاملي أكسيدان بعيني، قالوا لي ولادي ومرحوم جوزي تاني يوم بدك تروحي بالروب أخذوني بدك تشيلي عيني، قلت لها وقفت على الشباك قلت لها يا قديسي رفقة ما بدي شيل عيني أنا، إذا حدا داعس كنت كهرب جسمي كله. رحنا على المستشفى جيب النظور وشاف عيني قال لي ما بدك عملية ما بدنا نشلك عينك، عملت معي عجوبة وما شلتش بعد على الطبيعة
بس ما بقشعر فيها. هيدي بتعتبريها رسالة من القديسة رفقة؟ القديسة رفقة أكيد منها هي، قد ما صليت لها وموجوعة كنت وبني شلوا لي عيني بعد بدي أتعدى حكايتها على الشباك، قلت لي يا قديسة رفقة استفدي ما بدي شيل عيني أنا. الله يطول بعمرك، وكلمة منك للمشاهدين اللي عم بتابعونا، يعني هالروح هيك هالإيمان اللي عندك، شو بتوجهي كلمة للعالم اللي بعيدة عن ربها؟ بوجه لهم أنه يلجوا لربنا، يلجوا للصلاة للكنيسة، يصلوا ملاكي هالحروب وهالتعطيل، في ناس مقصرة كتير. نحن منتشكرك ومنشكر وقتك ومنتبارك منك بشفيعة القديسة رفقة، منقلك الله يطول بعمرك. من قديسة رفقة من ضيعة حملية مشاهدينا، منتابع نحن وياكم. يا مريم والبكر وفوقتي شمس والقمر وكل. نحن معكم هلأ من أمام ما تبقى من حجارة من منزل القديسة رفقة، الحجارة المعروفة بشكلها المربع، الحجارة القديمة بشكلها وبلونها. نحن موجودين معكم بهالأثناء أمام منزل القديسة رفقة، حيث أنه أمضت طفولتها مع أهلها. هيدا المكان الحلو رح نتعرف نحن وياكم عليه ونشوفه ونتبارك. قديسة رفقة طلبت الألم من يسوع سنة 1885، قالت له شاركني بألامك وخليني أكون عروس لألك. فعلا يمكن قديسة رفقة الألام اللي عشتها، مثل ما بنعرف نحن هي رسولة الألم صديقة الصليب، تعذبت بحياتها، يعني ما كانت سهلة الألام اللي عشتها، ومش أي شخص يمكن اليوم نحن منا بحياتنا بنقدر نعيشها. يعني مثل ما بنعرف نحن بلشت الأوجاع برأسها، امتدت لعينها وقتها اللي راحت عند الحكيم وقالت لها للراهبة، وقتها قال على الحكيم عينها للقديسة رفقة بالغلط، قالت له سلم إيديك والله يأجرك، وقالت له ما تنسى تحاسب الحكيم. يعني عن جد إدي هيدي الجملة لحالها كافية أنه تاخدي زودات بحياتك من هيدا المشهد، اللي هي المسامحة، التواضع، الحب. لأنه شو اللي خلى رفقة إذا بدك تعيش أقصى أنواع العذاب؟ هي حبها للمسيح. يعني تخيلي أنت اليوم إذا حدا كسر عليك بالسيارة، يمكن ما بتخلي ولا بتبقي. رفقة اليوم عينا انقلعت قدامها، قالت له سلم إيديك، مع ألامك يا يسوع لتكن مشيئتك. يعني فعلا حتى أنه منلاحظ بخميس الجسد كمان قديسة رفقة راحت زحف على الإربان، يعني قديش عاشت هيد الألام، كانت تكرسحت انعمت حقيقة. أنا بقول رفقة يمكن حملت على كتف الصليب بحياتها اللي طلبته من يسوع، يمكن جزء من ألامه، مش أنه كل ألام المسيح، ولكن نحن لازم نتعلم كمان بحياتنا الصبر، مثل ما أنت كنت عم تسأليني، أنه نكون صبورين، نسامح بعضنا، نحب مثل ما رفقة حبت لأقصى الحدود. الشتاء قد مضى والكروم أزهرت وأفاحت عطرها، هلمي إلى حديقتي، هلمي هلمي هلمي. من عمر 7 سنين أخذت هيدا القرار، كيف كانت تبعا مراحل هيدا القرار عند القديسة رفقة؟ صراحة من عبر 7 سنين ماتت أمها، توفيت وراحت على دمشق تخدم، ورجعت هون كان عمرها شيء 14 سنة. بهالعمر هيدا أخذت القرار وصارت تتردد على بكفية، على سيدة النجاة بكفية. كان في أبونا يوسف الجميل، هو مرشدة روحي، وطلبت منه أنه تنتمي لجماعة، خليها تنتمي لجمعية المريمات، جمعية المريمات يلي معها جمعية الحلوة عملت رسالة.
مثل ما بنعرف نحن بالسنة عنا عدة مراحل للإدي سرافقة. في عندك أكيد ذكرى تطويبة، عنا ذكرى وفاة الإدي سرافقة كمان بأدار، وعنا 10 شهر نحن كل 10 شهر نحن بنحتفل بذكرى تقديس الإدي سرافقة اللي أعلنا فيها جون بول تو قديسة على مذابح لبنان والعالم بعشر حزيران. وقديش حلو إنه قديس يعلن قديس على مذابح الكنيسة والعالم أجمع. وبشهر حزيران نحن تحديداً عنا سلسلة احتفالات للقديسة رفقة، وعنا مثل ما سبق كنت عم بقول حدثين جداً مهمين اللي هن 10 حزيران و 28 حزيران ذكرى ميلاد القديسة رفقة. مثل ما بنعرف نحن أخذت اسم رفقة وفاء لذكرى والدتها، هي اسمها كان بطرسية، فمنعيد بعيد مربوط بطرس وبولس بذكرى ميلادها. وأكيد نعمل بيكون عنا المسيرة السنوية كمان بحزيران، هو إذا بدك سابتين اللي بيكون بيجي فيها ابن بلدة حملية، غبطة أبينا البطريرك مربشارة بطرس الراعي الكلي طوبة، كمان من وديله تحية عبر هالأرض على أرض حملية أرض القداسة. وأكيد بيكون في عنا ريسيتالات، بيكون في عنا أداديس، سجود، كل شيء نحن اليوم بحاجة لقله. يمكن رفقة بتكون مبسوطة منا لأنه من رتى لصلى مرتين، إن كان عم نعمل ريسيتالات والأداديس والسجود للإربان المقدس اللي نحن اليوم بحاجة لقله بمجتمعنا، لنكون عم نطلب من يسوع يعطينا السلام بلبنان والعالم والصحة أكيد. ونحن رفقة يعني حبيبة قلبي وقلب كتار من المشاهدين طبعا. وصلنا نحن وياكم مشاهدينا على ساحة الكنيسة، المكان اللي تعمدت فيه القديسة رفقة. بهذا الخصوص رح يكون لنا كلمة مع مسؤولة الواقف ببلدة حملية لنشوف المكان اللي تعمدت فيه والجرن اللي تعمدت فيه القديسة رفقة، منشوفه سوا. عم صلي لك عم صلي لك. مشاهدينا معنا بالوقت الحالي سيد بطرس الراعي الوكيل السابق بكنيسة حملية، لنتعرف نحن وياه على جرن المعمودية الخاص بالقديسة رفقة. الله معك ويعطيك العافية. الله معكم، أهلا وسهلا فيكم. شكرا. عرفنا بداية عن المكان اللي تعمدت فيه القديسة رفقة. القديسة رفقة تعمدت بهذه بكنيسة مرجريس، كانت عقدين ونحن عايبنا عملناها ثلاثة، بس الأساس هونيك تعمدت من زمان سنة 1832 تعمدت هونيك وقت نشال الجرن وترمم، وقت نشال الجرن وترممت الكنيسة جبنا الجرن وحطيناه هون، وفي علي نقوش حلاير الجرن الأساسي اللي تعمدت فيه القديسة رفقة. قلت لنا حضرتك أنه موجودة زخائر للقديسة رفقة إلى جانب الجرن. الجرن في مش زخائر القديسة رفقة. من وين موجدت؟ من وين إجت؟ جبناها من جربتها، جربتها وقت جبناها. شكرا لك، يعطيكم العافية. هيك ضوينا نحن وياكم على كل الأماكن، كل الزوايا اللي بتعنى بحياة وبتخص حياة القديسة رفقة، مع آلامها مع تقديسها، وصولا لإعلان طوبويتها وقدستها. شكرا. قبيل بزوغي فجر الخلاص، أغدق عليك سلام الأب، حاملا لنا بشرى ربنا يا مريم يا وردة الثالوث الطاهرة، عطر طهرك روى بالنار.
يا نعمة محبة السماء لأرضنا. جورجيت يعطيك العافية. أهلا وسهلا فيكم. حضرتك عضو بلجنة مزار القديسة رفقة بحملاية، وحضرتك مسؤولة عن مركز التذكارات. بدنا نتعرف نحن وياك والمشاهدين عن المحتوى. أوكي. نحن بس هون مش بس مركز تذكارات لحتى نبيع شيء لبرا، عم نجرب نكمل رسالة القديسة رفقة اللي هي الشغل اليدوي خاصة. عم نعمل دورات لمهن حرفية بالبيوت، من عملنا دورة لصناعة الصابون، الشمع، شوكولا، الكوكيز، ورح نكفي بكروشي وبالمكرمي، كل هالقصص الحرفية. مين بيعلم الدورات؟ مين بيعطي؟ لا، ناس محترفة وعندها بيزنس ببيتها، عاملين شغل ببيتهم، وهيك بيكونوا كمان تجربة خبرة بلوتو بيعطوا للناس اللي بدها تتعلم. ببيتي وأنا عم علم فيكم توصلوا. بيكون في قبول من الناس اللي عم تجي تتعلم ويعملوا الأشغال تبعهم وينعرضوا حسب ما تفضلتي حضرتك وقلتي. بدنا نتعرف نحن وياكي عن الأشياء اللي موجودة بالمركز. شغلة بعد بس بدي زيدها، كنت عم أقول إنه منبيع تذكارات، بس كمان هدف كتير مهم هو تسويق الأشغال البيتية، من مونة، من رسم. مرات بيكون أحد الزوار هون بالحديث، أنا برسم، أوكي في مجال أكيد منحط دوك، في مونة، في رسم، في أشغال كروشيه، في على النحاس كمان، في النحت على الحجر، ومنفتحين على كل الناس مش بس على حملية، حتى من الزوار. لكن رح نتعرف نحن وياكي على الاشياء اللي تفضلتي وقلتي العالم اللي مقدمتها اللي شغلتها وحطتها عندكم. من وين بتحبي نبلش؟ النحاس، منقول الطرق على النحاس بتصور الكلمة، هو شاب من حملية، هون البنت اسمها رفقة الحج، من احدى الزائرات كانت للمزار. كمان في يلي بالخرز هون، كمان من إحدى الزائرات كانت خبرتنا. في الصابون بالبيت، بنت عاملة بيوشيمي باليسوعية، بتفتح بزنس صغير، أوكي أهلا وسهلا فيك، نحن علينا بالتسويق. وحتى المسابح كمان عم ننبش أنه ببيوت يعملون، في عنا المسابح اللي بالإيد يلي تعقيد خيطان، أما الخشب ببيوت، زلمة وولاده ومرته بيشتغلوا. شو الهدف لما بتنبشوا انتوا على عائلة تشتغل او على ناس عم تدرس، على يعني شو الهدف؟ تشجيع؟ شو الهدف من هيدا المنحة اللي عم تاخدوه؟ هو اكيد هدف مادي بهيك اوضاع، مثل ما في غذاء روحي، بس كمان بده يكون في غذاء جسدي، وحتى تكملة لرسالة القديسة رفقة. القديسة رفقة كانت بمجال التعليم، بمجال القصص الحرفية وتعلمها، فنحن كمان منتمنى أنه نكون قد ما فينا صورة لها، وهي مسؤولية علينا. يعني أنا وقت أقولوا لي واو نيالك من حملية ضيعت القديسة رفقة، يعني ما بعرف، بحس مسؤولية كتير كبيرة أني أنا خفف الهفوات تبعولي قد ما بقدر، يعني لأنه مسؤولية. حسب ما عرفنا أنه كان في عندكم هيك معرض بحملية من فترة، هل نحط ونعرض هالبرودكت اللي موجودين عندنا، نعرضوا بالمعرض، وكيف كان القبول عليهم؟ مزبوط، نحن بشهر حزيران بيكون عنا معرض، أنا باللجنة لتاني سنة، وكان قبل ينعمل معارض بس بعد كورونا هلأ الجديد. أكيد في ناس عرضت من الأشخاص اللي تعلموا الصنعة هون، وفي ناس اجوا من بعيد كمان عرضوا على السوشيال ميديا، على أنه عرفوا في معرض اتصلوا فينا واشتركوا. كانوا على أمل توصل هذه الصورة لكل اللي عم بيتابعونا ويحضرونا، وأكيد مع الكاميرا والمخرج رح نشوف نحن وياكم الأشغال اليدوية اللي انشغلت من الطلاب، مثل ما تفضلت مدام جورجيت، لنشوف هاللبناني عن جد من الضعف قوة وبكل ذوق وبكل حرفية شو مقدم لنا من أشغال يدوية. Thank you.
نحن من دي بي اند اوديو برودكشن رعية مزار القديسة رفقة بحملاية، بنتشكركم كتير على الاستقبال من أول نهار لآخر نهار. نحن كتير مبسوطين معكم، ننقل هالصورة الحلوة لكل العالم اللي عم بتشوفنا. ومثل ما تفضل الأبونا، درب الصليب اللي بدنا نمشيها مثل ما مشيتها القديسة رفقة، ولو بالقليل، ونرضى بالقليل لنحصل على كتير. شكرا لكم متابعينا، وعلى أمل اللقاء بريبورتاجات تانية من لبنان. أهلا وسهلا فيكم. يا أول النبع يا آخر المدى.